السلام عليكم شباب. بس هنا عندنا 3 نسخ من الايفون، عندك واحد نسخة يابانية، واحد نسخة امريكية، واحد نسخة شرق الاوسط. شلون نعرف انه شلون نميز بيناتهم؟ عندنا طبعا عندنا اكثر من طريقة نقدر نميز بيناتهم. اول شيء عن طريق الكارتونة، نجيب كراتين الاجهزة نقلبهم على الظهر، نشوف مواصفاتهم، نشوف شنو مكتوب بيهن. مثل ما تشوفون عندنا 6 كراتين، هذا ال 12 العادي، هذا ال 11 برو ماكس، هذا ال 12 برو ماكس. نجي اول شيء عندنا على 12 العادي او ايفون 12 مثل ما يسموه، مثل ما تشوفون مكتوب هنا فقط بالانجليزي، باللغه الانجليزيه فقط مكتوب. تشوفون هنا بس لغه انجليزيه مكتوب، هذا شنو؟ نسخه الامريكيه. عندنا هذا ال 11 برو ماكس، نجي على الظهر ما تش مكتوب، مكتوب فقط بالياباني، بس بالياباني مكتوب، واضح يعني. صح يكون كتابات بالانجليزي واس بي ولاتين ما ادري شو، بس شنو؟ كله ياباني. نجي على ال 11 برو ماكس، هذا ال 12 برو ماكس مثل ما تشوفون مكتوب هنا عربي انجليزي، عربي انجليزي. هذا نسخه الشرق الاوسط، فهذا النسخه اليابانيه، وهاي النسخه الامريكيه ال 12 ايفون 12 النسخه الامريكيه هنا. فمن خلال الكرتون قدرنا نعرف انه جهاز امريكي ياباني شرق اوسط. طبعا الارغب شيء هو الشرق الاوسط لان موجه للشرق الاوسط، يعني بشكل ابسط راح يكون كالاتي. شنو انت مثلا تشتري طابعه، ممكن الطابعه يجيك البلاك مالتها يكون بلاك ثلاثي، بلاك مال كهرباء، بلاك ثلاثي مثل هذا البلاك، ممكن يجيك بلاك ثنائي او يجيك بلاك من هذا المسطح، يعني باشكال عده اشكال. فمثل ما تشوفون عده اشكال البلاك، عندك هذا يجي ويا الشرق الاوسط هيك يصير شكله، هذا يجي هم كذلك ويا الشرق الاوسط، ومرات بالياباني او حسب يعني، ممكن انا ما ملاحظه بالضبط بس هذا الفرق. وعندك يجي هم هيك شكل، مرات يجي بالنسخه اليابانيه. فعندك هذا اول كفرق هذا، وما راح ياثر شيء يعني، عندك نفس البلاك او نفس المقبس. هذا كأنك نذكركم افاق الفروقات بشكل كامل. بعدين نجي على الفروقات اللي راح تكون بالبدي مال الجهاز. هسه عندنا هذا ال 11، هذا الياباني، عندنا هذا الامريكي، هذا الشرق الاوسط. نجي على الامريكي، ايش راح يكون به؟ راح يكون به هذا المنفذ الثاني واللي هو مال اي سيم حسب ما اذكر، او مال الشريحه اللي موجوده بس بامريكا تشتغل. هذا هنا تشوفوه واضح قدامكم، هذا هنا، هذا راح يكون غير مال سيم كارت، هذا مال سيم كارت هنا، هذا هو واحد ثاني غيره موجود هنا. هذا ما راح يكون متفاعل عندنا، ما راح تستفاد منه وما راح يضر عليك بشيء، يعني اذا كان موجود او ما موجود. فقط انه الجهاز نسخه الامريكيه، يعني الجهاز اللي راح يكون ينباع بامريكا. عندك ال 11 برو ماكس هنا اللي هو الياباني، ماكو اي فرق على الجهاز، على الجهاز كهاردوير كشكل خارجي نفس الجهاز بالضبط. عندك الشرق الاوسط هم جهاز طبيعي حاله حالهن، بس ما بي هاي مال ايسن. طبعا الياباني والشرق الاوسط ما بي، بس الامريكي راح تكون بي موجوده. هسه نجي على الاختلاف اللي راح يصير عندك بالسوفت وير. طبعا تجي هنا عندك الامريكي والشرق الاوسط، من تاخذ صوره والجهاز بوضع الصامت ما راح يطلع صوت التقاط. الياباني راح يطلع عندك صوت التقاط، طبعا هاي حسب القوانين مال اليابان، يقول لك انه حتى تحافظ على الخصوصيه. فهسه نجي نجرب تجربه عمليه. هذا هو الجهاز هسه حاليا مو صامت، خلينا نخليكم يا صامت، صار صامت، داخل صوره ماكو صوت، وخرت الصامت يطلع صوت مثل ما تسمعوا. هذا الياباني، الياباني شو مخليه الثاني؟ مخليه صامت. هذا الياباني صامت بده يطلع صوت، خليه عام يطلع صوت مستمر. هذا سل 12 الشرق الاوسط مخليه صامت ماكو صوت، وخرت الصامت طلع صوت. هذا كفرق راح تشوفوه ملحوظ يعني، وهذا كذاك فروقات، فهذا هو ابرز فرق ممكن تشوفوه موجود. اما كفرق باصدارات الجهاز اللي ايضا يعتبر من ضمن السوفت وير، تجي عندك الامريكي راح تشوف نهايه هاي اخر حرفين ال عندك هذا السلاش اي، اوكي هذا امريكي، مجرد ما تقراه امريكي بدون ما سويت اي فحص. تجي عندك على الياباني، شلون راح يصير الياباني؟ الياباني يكون رقم النموذج هو اخر شيء جي، جي اي، يعني شنو؟ يابان، جابان. عندك هنا الشرق الاوسط شو راح يكون؟ راح يكون نهايته اي اي، هذا الشرق الاوسط. فنكون هنا احنا قد ختمنا الفروقات بين النسخه الامريكيه واليابانيه والشرق الاوسط. طبعا استعملنا اكثر من ايفون، ما توفرت عندنا نفس الاصدارات من الايفون، وماكو فرق بيناتهن بس انا ذكرتهن. وكسوق يعني راح يكون في فرق بسيط بيناتهن بالسعر. انا بالنسبه لي افضل الشرق الاوسط، ليش؟ لان يعني بضمان. الياباني ما راح يكون بضمان، والامريكي ما اعرف اذا بضمان ولا، بس هو الشرق الاوسط يعني الشركه دازتها لك للعراق. انت التاجر ليش تروح تجيب مثلا يحصل بسعر ارخص، او يحصل فد كميه بسعر ارخص يروح يجيبهن حتى يبيع لنا حتى يستفاد بيهن، بس المقابل ترى حضر الزبون بالضمان مالته. فانا نصيحتي انه واحد ياخذ الشرق الاوسط لانه موجه اصلا لك من الشركه. بقى انه اليابان انا بعد مخير بي،
انا هسه بالنسبه لي هذا الامريكي ادي هذا الياباني هذا الامريكي دا استعمله طبيعي ما بهن شيء، كذلك الشرق الاوسط انا بالنسبه لي ما ياثر علي لان اعرف مثلا اذا صار بيع طلب اعرف شلون اصالحه او اعرف ايش المناودي، بس كزبون عادي يعني ما عنده خبر بهالموضوع انا حاخذ الشرق الاوسط حتى يكون باله مرتاح، وبنفس الوقت حتى يمنع جشع مال التجار اللي يخليهم يستمرون بهالاشياء ويجيبون النسخ اليابانيه ونسخ مضروبه وغيرها مثل الاكتف واللي شارحاني عنه واللي احذر اي واحد يشتري منه، الا يعني ما اعرف يعني جهاز معاد هو اصلا اشوفه فيديو موجود بالقناه بات حطيت لكم الرابط مالته، فمثل ما قلت لكم انصحكم تاخذون الشرق الاوسط انه موجه لبلدكم، والياباني والامريكي لا باس به بس كون تعرف انت شلون تتعامل وياه، هو ما راح يصير بيه فد اشكال او فد عيب يعني حاله حال اي جهاز عادي طبيعي كلش، مثل ما هذا اشوفه ساندا استعمله عندي طبيعي ما بين اي اشكال ما بين فد عيب، يفتح وتستعمله وما بي اي مشكله. لكن قلت لكم انه مثلا انا مثلا هواي اصور مثلا اذا رايح فد اجتماع او فد شيء معني الصوت مال الكاميرا يكون مزعج اذا اصور، يعني ممكن واحد من هالشغله يتحسس بقى انه هاي مثلا هاي الامريكي انا هاي بهاي ناعم في التاثير، كلها نفس الأجهزة وكلهم من شركة أبل وكلهم أصليات وما بهم قلت لكم فد مشكلة أو هاي، بس مثلا هذا بيضمان هذا ما بيضمان، فأنت إذا أردت تشتري يعني قال لك إنه ياباني فيعني ما مو 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 يعني مو تقول إنه جهاز مو أصلي لا أصلي لكن إنه ما موجه إلك، وبنفس الوقت عندك مثلا واحد يجي يقول لك لا أنا أريد أمريكي عبال إنه هي أبل بأمريكا وأنه الجهاز الأمريكي هو الأصلي وذني مو أصليات أو مثلا مصنعين بغير بلاد، حبيبي ترى إنه مو تصنيع سيارات إسكندرية لا انما يعني هو مصنع باي ابل هو ميد ان تشاينا بس انه ميد باي ابل، ما تجي تقرا الكرتونه راح تقرا مكتوب انه الجهاز وين مصنوع بالصين بس شنو صنع بواسطه ابل، يعني هذا بشكل عام يعني خاف عندك فكره انه الامريكي احسن او من هالامور، لا انما الفكره انه الجهاز مصنع بالصين كل المصنعات بالصين لا على مود بسبب تكلفه العمل هناك تكلفه الانتاج حتكون رخيصه وشنو مصنع بواسطه ابل وديزاين ماين بكاليفورنيا، وكذلك طبعا هاي الشغله ما راح تلاحظوها بالايبادات لان الايبادات اي شيء تاخذه شرق اوسط يابان امريكا ما حد يتابعه ما حد يحكي بيهن، انا احكيك حكي السوق حاليا، فهم انصح بالشرق الاوسط وانصح بالوكالات، انا بالعراق ما عندنا في الوكاله رسميه او متجر من متاجر ابل ولا لا اكو متجر متاجر ابل كان منعت جشع مال التجار وكان حافظ على سعر الاجهزه بنفس سعر الشركه، لكن انا ماكو فصارت في التجار وصارت هاي الامور، فشوف انا مثلا جهاز انقطع جهاز يجي حسب الوجبات مثلا التاجر راح يلقى له وجبه من عده شبيره جافه او التجار يتفقون انهم يجيبون هذا الجهاز ويجيبون منه وهكذا من هالامور والتفاصيل هاي اللي شبعنا من عندها، واي استفسار اي ملاحظه انا حاضر بخدمتكم، قلنا لكم هسه احنا كطرق فحص شلون راح تصير؟ راح تصير اما عن طريق السوفت وير واللي هو الكاميرا او النقم النموذج جي ينتهي بجي او ال ال اي ال اي اي او اي اي، هذا امريكي هذا ياباني هذا شرق اوسط، عندكم الامريكي تكون بهاي من الجانب مثل الفتحه مال اي سم اعتقد، واليابان يطلع صوت والشرق الاوسط هو ابوهن، عندكم بعدين الفرق بالشواحن قلت لكم طبعا 12 ميجا شاحنه بس كان يجي بال11 هيك، هاي ممكن تجي بالشرق الاوسط هاي ممكن تجي بالشرق الاوسط هاي تجي بالامريكي او باليابان، كان اذكر انه انا اشتريت واحد شرق اوسط ايفون 11 برو ماكس اول عام العام العفو كان من شي شاحن ابي، وشايف هذا ما اشتريت واحد ثاني ما كانت به هيك شيء، هذا جانو شو اسمه ويا امريكي ما تجي عادي طبيعي، وكل نفس الشيء يكون يطنك 20 واط كلهن اصليات وما بهن اي اشكال، مثل من تشتري طابعه مرات يعطيك هيك راس شحن وياها يكون الراس مال الكهرباء توصل ليش مرات هيك كله طبيعي يعني حسب البلد، مثلا انت تروح لغير بلد راح تشوف انه ما عندهم ايش مقابس كهرباء عندهم هيك حسب تختلف من بلد لبلد، شلون الاكلات واتمنى استفادتوا في شيء من الشرح هذا مالتي واتمنى ما توقعون بالاخطاء وتتجنبون جشع التجار، وتحياتي لكم اخوكم حسن.